محمية الأزرق المائية في الصحراء الشرقية من الأراضي الأردنية، وتبعد عن العاصمة عمان حوالي 115 كيلومتراً. سميت بهذا الاسم نسبة إلى واحة الأزرق التي تشكل جزءاً من مساحتها، وتغطيها البرك والمستنقعات المائية. بصبح عليكم مشاهدين اليوم من منطقة الأزرق، وبالتحديد من واحة الأزرق المائية، المكان الغايب في السحر والروعة والجمال. كاميرا برنامج يوم جديد تواجدت في المنطقة وكان إنا هالجولة وهاللقاءات. خليكم معنا، صباحكم خير ومحبة وجمال. وتعتبر محمية الأزرق المائية إحدى المحميات المدرجة ضمن الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وتعتبر غنية بالتنوع الحيوي، حيث تحوي بجانب السمك السرحاني ثلثي تسجيلات أنواع الطيور في الأردن. مشاهدينا، للحديث عن محمية الأزرق المائية بسعدني يكون معنا الأستاذ حازم الحشام مدير المحمية حتى يخبرنا اليوم عن محمية الأزرق المائية. صباح الخير ويعطيك العافية. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم في محمية الأزرق، وشكرا لكم لاهتمامكم بمحمية الأزرق. محمية الأزرق المائية بالبداية هي يعني تقع ضمن الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية. تأسست كثاني المحميات الطبيعية بعد محمية الشومري اللي تأسست في عام 75، محمية الأزرق تأسست في عام 78 بعد عام واحد من إعلانها ضمن اتفاقية رامسار الدولية. هاي الاتفاقية تعنى بنظام بيئي محدد هو الأراضي الرطبي أو المناطق المائية. المحمية تقع ضمن أهم مسارات هجرة الطيور على مستوى المملكة وعلى مستوى العالم، ما بين أوروبا إلى إفريقيا وبالعكس. خلال فترتي الهجرة ما بين الربيع والخريف بيزور محمية الأزرق العديد من الطيور المهاجرة اللي طبعا بتجي للاستراحة، ومنها ما بيقوم بالتعشيش ومنهم ما بيستمر بهجرته. هذا المكان يحوي أيضا يعني نوع الوحيد الفقاري المستوطن بهاي الواحة اللي ما بيعيش بأي بيئة ثانية بالعالم إلا في محمية الأزرق، وهو السمك السرحاني. صباح الخير والله يعطيك العافية. صباح الورد، أهلا وسهلا. يعني اليوم من الزوار اللي جيت على محمية الأزرق المائية وحبيت تتعرف على هالمكان الغايب في الروعة والجمال والسحر، الطبيعة الجميلة، شو بتخبرنا عن جولتك؟ محمية الأزرق المائية احنا سمعنا عنها كثير بالنسبة لمناظرها اللي بنشوفها، بالنسبة لهجرة الطيور فيها، بالنسبة للجاموس الماء الموجود فيها، وكمان يعني أعطونا معلومات إنه موجود فيها سمك السرحان، هو مش موجود في العالم إلا في موجود في محمية الأزرق المائية. يعني هذا إشي ممتع بصراحة. وفتنا على الممرات جوا كمان، المناظر، الطقس هون، القصة الموجودة في المكان من ناحية إنه كان مكان غني بالإشي الحيوي الموجود، وهم قدروا حسب المعلومات اللي أعطونا إياها قدروا يرجعوا 10% منه اللي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وإشي رائع بصراحة، بصراحة إشي رائع. وأنا بنصح يعني كل الزوار، كل اللي بيشوف هذا التقرير، إنه يتفضل على المحمية ويشوف هذا الإشي، لأنه جد إشي رائع. مشاهدينا، في الختام بقي أن نقول إن محمية الأزرق المائية انضمت في عام 2018 إلى القائمة الخضراء التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة. هذه دعوة لزيارة هذا المكان الساحر والرائع والجميل. عودة للزملاء في استوديو برنامج يوم جديد، إلى اللقاء.